السلام عليكم، بونجور، مع قناة رسوم تي في الرياضية 2. اليوم رانا عندنا مقابلة بين فريق العلالية وفريق بيبوش مناد. اليوم رانا نشوف قائد فريق نتاع بيبوش سي عبد القادر بسروة. أعطينا كلمة فيما يخص اللقاء اليوم مع العلالية، تفضل. احنا نرحبوا بالفريق العلالية. نعم، انا احتضنهم اليوم مقابلة ودية ان شاء الله تتم في روح رياضية عالية. بارك الله فيك. مرحبا باب الضيافه. الله يحفظك. الله يحفظك. شو واش على حسب ما شفت انا اليوم سي جلول بن زكري راه موجود لكم فريق، راه مدعموه بواحد 3 لاعبين جدد، وراه حالف قال لك اليوم لازم نربح ما فيهاش هضره. واش قلنا على الهضره نتاعو التصريح تاعو؟ بينا واش راه يتمنى يلقى ان شاء الله هذوك الثلاثه اللي دعمهم ان شاء الله يسيبهم يفيدوا في اللقاء تاع اليوم. وحنا عندنا الرد في التيران في الميدان، يعني في الميدان في التيران. شكرا جزيلا سي عبد القادر، بارك الله فيك على المدخله هذه الصحفيه. شكرا جزيلا، خليك معنا، بارك الله فيك. رانا نشوفوا هنا في تحضيرات فريق بيبوش، شوفوا فيه هنا التحضيرات تاعو. رانا نشوفوا في سي بيبوش هنايا، راه مازال ما لحقش على كل حال. الحكم تفضل، عطينا تشوف كلمة الحكم فيما يخص لقاء اليوم تاع العلالية وبيبوش منا، تفضل. احنا نرحبوا بالفريقين على كل حال، هم فريقين ممتازين على كل حال، لهم مستوى رائع بالنسبة للميدان الرياضي هذا. ايوا، ونتمنى تكون مقابلة في منتهى الروعة ان شاء الله. ان شاء الله نطلبوا من الجمهور واللاعبين تكون ريح رياضية بيناتهم كبيرة ان شاء الله. ان شاء الله والله يجيب الخير. بارك الله فيك، بارك الله. شيخ عبد الله أروح توقيع، أروح هذا بك أعطينا كلمة فيما يخص اللقاء تاع شيخ عبد الله هذا بك أعطيني كلمة فيما يخص اللقاء اليوم تاع ابني عمك العلالية ولقاء تاع بيبو، تفضل أعطينا كلمة. على كل حال ما نقول والو بعد قبل المقابل، ما نقول والو إلا بعد بصح على حسب ما سمعت أنا شيخ عبد الله، سي جلول ولد عمك بن زكري راه موجد 3 لاعبين محترفين جابهم، راه موجدهم لهذا اللقاء تاع بيبوش. مفاجأة، واش يكون الرد نتاعك في هذا؟ إن شاء الله ماذا بينا البوليس كامل، ماذا بينا إن شاء الله. سي أنت راكم مدعمين تاع بيبوش ولا مدعمين تاع العلالية؟ لا لا لا، مدعم العلالية. ابني عمك لا، ندعم بيبوش أنا. صحيح، بيبوش يدعمه المندا، يدعم الحاج العربي منا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سي عبد الله، شكرا. نشوفوا تحضيرات فريق العلالية هنا، نشوفوا التحضيرات. ها دقيقة، نشوفوا تحضيرات فريق العلالية هنا، يديروا نسمع ما يديروا فيه. السلام عليكم، شوفوا توجور مع قناة رسوم 2 الرياضية. رانا نشوفوا شادو في اللاعب المخضرم جلول بن زكري قائد فريق العلالية، يعطينا كلمة حول اللقاء تاع بيبوش. يعطيك الصحة رسوم خويا، بارك الله فيك. ان شاء الله الماتش يكون يفوت مليح، روح رياضية ان شاء الله عالية، يكون مليح ان شاء الله يربح. ياك كان على حساب الهضره تاعك ان شاء الله. الحاج جلور، انا سمعنا باللي راك دعمت الفريق تاعك ب3 لاعبين هذو محترفين، راك جبتهم من البطوله. خمسه. انا عطاوني معلومه 3، راك خاصك تاكد لي باللي 5 لاعبين. 4 لاعبين وكاس. ربي يبارك. هذو واش انت ان شاء الله يمدوا الاضافه ان شاء الله للفريق تاعك ان شاء الله. وقالوا لي راك موجدهم من سبيسيالمون الفريق تاع الحاج العربي من هذا، واش قلنا كلمه؟ ان شاء الله يا ربي المقابله الجايه ان شاء الله مع الحاج العربي الاربعاء الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مقابلة ان شاء الله في الروح الرياضية. تحضيرية للمقابلة تاع الحاج العربي. احنا في المقابلة الأولى. تحوس بس تدخل في نخفض الطار ان شاء الله. بارك الله فيك. نخلوك اليوم ان شاء الله باش تبدا في اللقاء ان شاء الله. هيا ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. بارك الله فيكم. تفضل الحكم، تفضل.